السلام عليكم بنات كديرين، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا مشيت لبيم، شريت شي مشتريات. هاد العروض كانوا نهار الجمعه ماشي اليوم صراحه، اليوم كنصورهم معكم لانني مشيت لبيم وقلت انا نضرب دويره نشوف واش باقيين. صراحه ما مشيتش في الجمعه وانا نلقاهم باقيين، لقيت هادشي الصراحه اللي كنت باغا لقيته باقي. وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد المشتريات، مشتريات اللي زوينه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كاين هذا ديال الحليب، فاش كنفيضوا الحليب نقدر نسميوه كاس اينوكس ولا دعنا نوريه لكم بالمقطع ديالو. نحلو معكم هانتوما هادي المقطع ديالو، هاكي دايره يعني ديال اينوكس، شي حاجه زوينه. وهذا وهو كيجي داير بحال هكا، ما كبيرش بزاف صراحه، صغير، ولكن كنظن انه كيهز من السيترو يطرو لاروب بحال هكاك. هانتوما شوفوا من الداخل ومن برا، ها هو نشوف شنو تشوتكي تشوتكو، يعني ديال تركيا هذا. ميد ان تركي، هي مكتوب ميد ان تركي هنايا. كابسول بوطوم 18 10، كنقلب على داك 18 10، انا كاينه لتحت راه 18 10 اللي شفتوها، يعني اينوكس. وهو فيه 1.5 لتر ترونس، انا ما حقرته صراحه، ما قلتش فيه يهزي ترونس، ولكن مهم المهم يطرو تقدر تفيضوه مرتاحين. هذا عجبني داير شي 89 درهم كنظن، قول 90 درهم. واللي زوين فيه انه بالمقطع ديالو، يعني واخا تفيضو حليب تغطيوه ما تخافوش عليه. ندوزو لارتيكل الثاني. الحاجه الثانيه اللي شريتها معكم، هذا حتى هو كيجي عرض، هذا غيكون جاب الثلاث اللي فات يمكن ولا الجمعه ما عرفتش. المهم لقيتهم هاد سانيكروا، صراحه كيعجبني. انا كنت كنجرب الحامض، هاد المره بغيت نجرب هذا ديال العود. شميت واحد الناس اللي كيعشقوا ريحه العود، راه الريحه ديال العود، العود ريحته زوينه يا سلام. وكاين الخزامه داير 20 درهم صراحه، زوين اضخم مزيان. 5 لتر نشوف 5 لتر، ها هي 5 لتر ب 20 درهم صراحه بون افير. لقيتو صراحه باقي في غير هذا والخزامه، خديت هذا وخديت هادي ديال الخضره. هادي دايره 6 درهم فاصله 90 على ما اظن، نقول 7 دراهم، زوينه هادي. كنحيدو هادي اللي عارف علاش كتصلح يقول هادي. انا شكيت صراحه في ياك ما كيحيدو بها العظم ديال الزيتون ولا شي حاجه، ما عرفتش صراحه. هادي ما عرفتش الاستعمال ديال هاد القنيت هذا، اللي عرف الاستعمال ديالو يقول هادي في الكومونتير وشكرا بزاف. هي ديال تركيا حتى هي. وخديت هادو، هاد دو طابليي كتكون زعما ديال البني ديال لا مامون وديال لا في، يعني بجوج بهم الام وبنتها، كيكونوا بحال بحال. انا نوريكم، شوف هنا بدا ها هما الشكل ديالهم كيجيو. كاين لقيت هاد الزريرق هذا ولقيت هاد الموف، خديت انا الموف. دايرين نتفكر 30 درهم، يعني يقولوا 40 درهم. هاي ديال تركيا حتى هما تركيا، وها لا ماتيغ ديالهم 25% كوتون 5 بوليستر و 70% PVC. ها لي ديمونسيون ديالهم ديال لامير و بور لا في. هاي غنحلهم لكم باش تشوفوهم قدامكم. صراحه كانوا حتى واحد الفويطات زوينين عجبوني، وقيلا دايرين جوج ب 45 درهم، ولكن ما لقيتهمش. انا شفتهم غير في البروشور ملي مشيت ما لقيتهمش، قال لي راه مشاو يعني هادوك ما بقاوش. ها نتوما ها الصغيره، غنحطها ندير لكم بينكم هكا. ها الديزاين ديالها زوينه، انا عجبتني. نشوف من هنا، هنا كاين فيها بحال في واحد التويب، يعني كنظن ضد الماء، مي هنا حرشه شويه بحال الفوطه، ماشي فوطه فوطه هذا، ولكن بحال الفوطه تقريبا. هنا بحال البلاستيك، ماشي بلاستيك 100%، ولكن المهم كتزلق بحال ما كتدخلش الامبرميال، ما تدخلش الماء. ها هي الاخرى الكبيره ديالها، ها هي بحالها، نفس الشكل نفس الزواقه نفس كل شيء، نفس الامبريمي زعما، زوينين صراحه. ها هو
والحاجه الاخرى اللي شريت هادو غير بمويات صراحه ماشي شي حاجه. هادو عجبني هاد كوكيز ولكن ماشي مشكل نوريه لكم زعما صراحه ملقي كيكون عندهم بجوج دراهم كيدير زوين كبير على الاخر ديال الدرهم وزويون كيعجبني كناخذو من عندهم. وهنا المفاجاه ديالي اللي انا مشيت عليه قبل عندك هي وهذاك ديال الحليب صراحه قلت زعما ما غنلقاهمش صراحه ولكن مشيتي ديال السله جديده انا كنت ماشا للسله جيت حي السلام وانا نلقى بهم تما بقيت كان قلت انا نجي فيه دويره لقيتهم هذه المقلات العجيبه اللي بحال المقلات بحال الكوكوط بحال كلشي كانوا دو كولور تما. سولت هذاك الدري اللي تما قال لي كاين غير كانت واحد لقيت واحد الليموني اورانج وقال لي هو اللي كاين قال لي كان الكحلمشه شويه. انا بقيت كنقلب وانا نلقى هذا ما غيبانلكمش مزيان ولكن هو موف ماشي بحال لوبيرجين بحال اللون ديال تقريبا ديال لوبيرجين ديال التنجال ديال ها نتوما شوفوا زوينه ها هي ديال جيرماني ويني ديال مود هاد مود ماشي بحال هكا كتكتب ميد ان جيرماني كتكون نورمالمون ا دي او واش ايميتاسيون شنو الله اعلم وليني زعما الناس شكروهم ثقيله ها هي لافاس ديال الاخرى بحال الاخرى واللي زوين فيها كتسد بالعيار يعني بالهند ماشي كتسدوها هي كتسد فاسيل معاها شفتوا ها هي دا كاين فيها هاد الجديده ديالها هيا انا ما كاملاش مزيان حتى لهنا نورمالمون ما عرفتش واش هكا كتكون ولا المهم. وكاينه هادي واش كيعطوها سكور جو بونس سكور ديال هادي واش كيعطوها هاد لا بارتي هادي كما كتشوفوا شوفوا انا نوريكم نقرب لكم شوفوا الديزاين اللي فيها واحد لي زامبريمي خفيفين يعني بحال بلا ولكن فيها واحد لامبريمي انتما كما كتشوفوا خفيف. وهنا لافاس الاخرى ديال السوسيس تقلي فيها اللي كان سوسيس ديال البانيني طيب فيها اي حاجه كيجيو بحال هكا وخلاص. هذا ها هو العيار ديالها هنا كيكونوا جوج وهنا كيكون واحد جهه اليد من هنا ها نتوما يعني زوينه صراحه عجبتني وحتى الثمن ديالها زوين يعني دايرين لها 250 درهم ماشي هو الثمن ديالها. انا سولت عليهم عند صحاب المستلزمات الاواني وداكشي كانوا قالوا لي واقيلا واحد قال لي ما بين 7000 8000 ريال هادشي اللي كاين. المهم دابا انا غادي خصني نتاكد بعدا من هذه بانها هذيك لابارتي هذه واش كتكون بحال هكا ناقصه لهنا ولا هي كتكون كامله باش ما يخرجش منها النفس ملي تكون كطيب. دابا المهم انا غنجرب فيها غير شي حاجه خفيفه وغادي باش ما نجردها ما والو وغادي نرد عليكم ان شاء الله باذن الله. الناس اللي مجربينها يقولوا لي كي جاتهم. ها هي دا سمعتوا كتسد فاسيلمون كديرو هكاك بالعيار كتسد ايوا. المهم شي حاجه زوينه الانسان كيبدل وكيغير وكيجرب داكشي اللي كاين وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان المشتريات ديالي يكونوا نالوا اعجابكم ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك. هاد المنتجات كما قلت لكم جات نهار الجمعه كنتمنى انكم تلقاوهم. انا مشيت غير على الله كما قلت لكم ما كنتش عواله نشريهم ولكن قلت الا لقيتهم علاش لا ما لقيتهمش صافي مشيت لذاك الزحام حيت كيكون عندنا فريمون واحد الزحام ما نكذبش عليكم انكرويابل الزحام وكيكون الدافيع وكيكون بزاف ديال الحاجات ما نقدرش ان هذا. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وديروا لايك وشكرا بزاف ليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. عرفتي تساليت معكم وانا سديتها عاد تاكدت وبغيت نصح واحد المعلومه. هذا ماشي عيار هذا اللي هنا ماشي عيار انا جابي الله عيار حتى هو كتلصق منه كيبقى واحد السباس العيار هو هذا اللي في التالي كاع ها نتوما شوف هذا ماشي عيار يعني ما كتسدش تم تما غير من اللور هادو غير حديد هذوك غير بحال الفيسات كيزدو بهم هنايا الحديد وصافي يعني ماشي عيار باش كيلصقوا هاد الكرانيت مع هاد الحديد. اما العيار كاين هنا تحت ولكن كتسد باحكام هادشي اللي بان ليا ها نتوما شوفوا. المهم الثمن ديالها انا قلت لكم بانه مزيان بارابور لهداكشي اللي كاين في السوق يعني 250 درهم غير خذوها بعينيكم مغمضين وتهلاو لي فراسكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه كنتو ما مشتركينش في القناه وتشجعوني بلايك وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم.